إن الذين قالوا ربنا الله، نازل ظنهم في الله عظيم، نازل يحسنون الظن بالله ويوحدون الله ويقينهم في الله عظيم. هاجر عليها السلام زوجة إبراهيم في صحيح البخاري، لما ذهب بها إبراهيم إلى تلك الدوحة في مكة، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. سكنت هناك خدتها في الدوحة، ومعاه إسماعيل عليه السلام، ولو كداك صغير يرضع، وعندهم جراب وقربة موية، جراب فيه تمر قربة موية، والموية كملت والتمر انتهى والعطش، وإسماعيل يبكي وهو صغير، وهي تصعد إلى الصفا تنظر هل من رجل أو من قوم، هل من رجل أو امرأة عنده زاد أو ماء، هل من قوم. تمشي المروة، تاني تنزل تطلع الصفا تجي المروة، تطلع الصفا تجي المروة، وهكذا سبع مرات. وقبل القصة دي، وقبل الله سبحانه وتعالى يمن عليهم بالكرامة العظيمة ما زمزم، إبراهيم عليه السلام لما ترك هذه المرأة التي هي من المؤمنات، بل كان إيمانها عظيما بالله سبحانه وتعالى، مختها في الدوحة وركب حصان وراجع، ركضت خلفه قالت يا إبراهيم إلى من تتركنا، إلى من تتركنا، وهو لا يلتفت إليها. فلما ذهب قالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا، انت الله أمرك تخذتنا هنا، الله أمرك بهذا، فالتفت قال نعم، قالت إذا لن يضيعنا، ورجعت وكت الله أمرك أمش، الله ما بضيعنا. وفعلا الله أكرمن بكرامة لليلة شغالة ما زمزم. الزول ظنوا بالله يكون عظيم، الرسول عليه الصلاة والسلام في الغار، والمشركون في البخاري ومسلم جاءوا، قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله لو نظر أحدهم موضع قدميه لرآنا، نحن شايفين كرعين، لو دنقر بس بيشوفنا. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، إلا تنصروه فقد نصره الله. إذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ده الإيمان. الناس في زمن موسى عليه السلام مشوا البحر مع موسى عليه السلام هروبا من فرعون وهامان، وصلوا البحر، فرعون سمع بهم جلاحقون، ومعاه الجيش قدامنا البحر غرق، وراون فرعون سيوف وكتل. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، خلاص انتهينا. قال كلا إن معي ربي سيهدين. ده اليقين. هنا لما تجي الكربة تلجأ إلى الله، مش تقول لي الله في الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين، تمرك برة تعتر تقول يا الحسن من المحن، ويا ود بدر من الفقر، ويا بقرون من العيون، ويا الفلع يلفون الأسرع من التلفون، ويا فلان ويا علان، ويا الخنجر ويا صلاح مين وصاح وفلان وعلان والآخر، ويا ود بنقى ويا التوم ويا فلان. العقيدة في الله تكون صحيحة. ودي يا جماعة ما يساء، الناس كلامنا ده بشوفوا يساء، نحن ما منسي، قلنا للناس نادوا الله الخلق الكون، ما تنادوا الشيوخ، وين الإساءة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام فارق الدنيا. قال أبو بكر من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ما في صحابي واحد قال له يا أبا بكر انت أسئت للرسول عليه الصلاة والسلام، ما، لأنه ما أساء، بيعبد الرسول رسول مات، والبيعبد الله الله حي ما بموت، دي حقيقة، وتوكل على الحي الذي لا يموت. نحن الليلة لما نقول للناس البنادي البرعي والبيعبد البرعي، برعي مات، مات ولا ما مات؟ مات. والبنادي الله والبيعبد الله، الله حي ما بموت. كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ليه يزعلوا؟ الزول ده مات ولا ما مات؟ مات. دفنوا ولا ما دفنوا؟ دفنوا. الزول من يموت عمل انقطع ولا ما انقطع؟ انقطع. إلا من ثلاثة، الثلاثة ديل فين إنه ينادوا؟ ما فين. الثلاثة رسول قال لك عمل انقطع، ولا تكون ما مصدق النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك عمل انقطع. إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الولد بيدعو للميت، مش الميت بيدعو للولد. ميت بقى مع ملائكة يسألوا من ربك، وده بيجاي يناديه الشيخ الحقنا
هو جوا بيسألوا فيه من ربك وده بنادي فيه دي حلوها كيف أصير عقائد غريبة. الشافع إذا أكل التراب أمه تقول لك أكا أبو يقول له ما تأكل التراب. الشافع يكبر يلقى أبو جنب القبة بيأكل في التراب دي حلوها كيف أصير يقول له أبو شنو يعني يلقى بيأكل في التراب. وعقائد غريبة يا أخي الصحابة دول ما قتلوا شهداء بنوا لهم قبة أمشوا هناك الناس ما مشى كلكم مشى الناس مشوا المدينة بنوا لهم قبة. حمزة رضي الله عنه قبة كم متر ولا مدماك ما فيها ولا طوبة زول يا أخي موت الليلة ابنه لغرفة وعزابة ما لاقين يتزوجوا ابنه للميت سوي له باب وبهية ولقدام ما معروف مروحة ذاته. ونسأل الله العافية. الله قال وليطوفوا بالبيت العتيق يطوفوا بالجباب. رسول قال لعن الله زوارات القبور. الليلة نحن جايين في الطريق بالتين شابات داخلات القبة في الطريق من بعيد شايفيننا واللابسات عبايات داخلات القبة عقائد وبلاوي والله البلد دي ما تتقدم إلا يرجعوا للعزيز الكريم العظيم. يا أخي قوم بالليل وأسأل الله قوم نص الليل ولا الثلث الأخير قول لي يا الله أنا مريض أشفيني ما بيشفيك وإذا مريضت فهو يشفين. قوم قول لي يا الله أنا براي وزوجتي أديني جنة. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له. طوالي طوالي الله اداه جنة. لذلك العبد يلجأ إلى الله. يا أخي طفل الدوه الله حافظه في بطن أمه 9 شهور امرق للدنيا يعلقوا لك أمون ولك ده بيحفظه من العين وعلقوا في الحجبات قال بيحفظ الله. قال تعالى في القرآن فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أدعلك في الطفل كمون لا حجاب لا تعتر تنادي شيخ. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يا جماعة الناس تعظم الله ناس توحد الله علم النساء في البيوت. والله كلام مزعج كلام مخيف. والله نحن نخاف وأن ينزل علينا غضب الله تعالى. ما ممكن الله يخلق الكون كله يخلوه ينادوا مخلوق يأكل ويشرب ويجوع ويعطش ويمرض ويموت. زول يركب مواصلات امشي للشيخ في المسجد مالك عيان ماشي لمنو للشيخ ليه عشان أبقى كويس. امشي صل المسجد وين الشيخ الشيخ ماف مشى وين الشيخ لا الشيخ حاسي مشى المستشفى. الشيخ مشى المستشفى وده عيان منتظره في المسجد. هسي دي حلوها كيف انت ما تركب ركشة تلحق طوالي ده تقعد تنتظره هو لو محاياته دي بخراته دي فيها الشفا كان باقي لك خلاه مشى الصيدلية وده حقنة ومشى المستشفى. يا ناس الناس تفكر والناس تتعقل الناس عقيدتها في الله نظيفة. من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أي على الكتاب والسنة ذيل بعد داك بتنزل علينا الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ونحن والله نخاف على الناس من عذاب الله سبحانه وتعالى.